يا فلسطين هم دول المصريين وسد السكة يا فلسطين هم دول المصريين. دي كده أولى الشاحنات الخاصة بالأدوية وهي متحركة دلوقتي من معبر رفح المصري في اتجاه إلى المنطقة الفاصلة ما بين المعبرين ثم الدخول إلى معبر رفح الجانب الفلسطيني. أول شاحنة بتخش إلى المعبر أو ميناء رفح البري حالا أهو. يعني احنا كده بنوثق دخول اول شاحنه الى المعبر بشكل كامل. ثاني شاحنه بتخش، دي الشاحنات الهلال الاحمر المصري